صباح الخير. طبعا في اشخاص لنا عينتين اليوم، واحد اذار، نهار الاحد الحلو كثير. نحن وياكم مشاهدينا بعالم صباح جديد، انطلاقا من هالكليب السريع يلي شفناه. ومثل ما وعدناكم ابتداء من اليوم عالم الصباح رح ببلش بحمله بتامل انه توصل الى نتائج كثير مهمه وايجابيه للجميع. هالحمله لها علاقه باشارات السير، بقوانين الطرقات والسلامه، خصوصا سلامه المرور على الطرقات. بتمنى انه بلبنان ما بقى نسمع عن حوادث سير عم بتصير، لانه عم نخالف هالقانون يلي هالقد على قدنا نقدر نطبقه بالقليله الموجود، على امل انه نقدر نطور فيه نحسن فيه. واذا كل واحد ببلش يطبق القانون على حاله، بعتقد انه كثير من الامور بتخف، كثير من المشاكل على الطرقات بتخف. يلي شفناه بالكليب رح نشوفه يوميا. هالشخص يلي هو المخالف رح يفرجينا يوم بعد يوم شو عم بيصير على الطرقات، وين عم نخالف، كيف عم نخالف، من الاشخاص يلي عن جد ما فارقه معهم اذا كانوا عم يأذوا حالهم او حتى يأذوا الاشخاص الاخرين يلي مارقين على الطرقات. ابتداء من اليوم الحمله رح تستمر بعالم الصباح يوميا، نحن وياكم رح نكون على تواصل. بدي صبح بس بالخير الشيف عبد الله يلي رح بيكون موجود معنا، لانه بعد في كثير من الأمور بدي أخبركم عنها. صباح الخير. صباح الخير إلي غادة ولجميع المشاهدين. إن شاء الله أول الشهر بتكون بداية منيحة للكل، الطقس حلو كتير، الويك اند حلو. أيه. وتابعوا عالم الصباح وانبسطوا معنا. اكيد رح يتابعونا، عنا كتير اشياء نحكي فيها. بدي ارجع الى الحمله، موضوع الحمله بهمنا رايكم فيه. اول شيء سؤال اليوم على الفيسبوك له علاقه بهالموضوع، وبكل صراحه بدي انكم تجاوبوني، كم مره بحياتكم قطعتوا اشاره حمراء ايه اما لا؟ بلشت الاجابات توصل وهي اجابات صريحه مثل ما عم شوف انه كتير. لا، ما بدنا اياها تكون كتير، بدنا اياها ترجع تكون ولا مرة، لأنه دايما بنقول معلش وبتسائب ونحن مستعجلين وما كان في حدا. بيطلع الحدا يلي بيعرف حاله أنه إشارته خضراء وفجأة بيصير حادث السير بشكل كتير سريع ومفاجئ. رأينا بهمكم انطلاقا من الهاشتاج إلك عين يلي عم تشوفوه كمان وشفتوه بالكليب يلي مرق معنا. إن كان عم تبعتوا لنا صوركم عبر الواتساب، وهذا كمان شيء كتير مهم، أنتم شو عم بتشوفوا بالطرقات؟ هل عم بتشوفوا مخالفات؟ هل عم بتشوفوا اشياء ما عم تعجبكم بطرقاتنا وبطريقه سير السير بكل لبنان مش بس ببيروت؟ اكيد بدي انه تبعتوا لنا هالتعليقات عبر الواتساب، بالتحديد الصور والفيديوز عبر الواتساب. بما يختص بالهاشتاج لكم الك عين عبر الانستغرام، الفيسبوك وحتى التويتر، فيكم تعملوا لنا تاج، تعملوا لنا منشن. يلي ما بيعرف كيف يقدر يوصل الى كل هالمواضيع، في عنا حلقه نهار الثلاثاء ونقدر نفسر فيها اكيد اكثر مع كاتيا. انما بهالوقت بدي بليز تبعتوا لنا، نعرف نحن وياكم نتواصل بهالموضوع هيدا بالتحديد، لانه ارائكم بتهمنا، بهمنا نعرف شو عم بيصير على الطرقات عنا بلبنان لنقدر قد ما فينا نقلل من حوادث السير يلي للاسف للاسف هن الشباب يلي عم بيروحوا فيها ويلي اكثر شيء عم يتأذوا. هذا اول موضوع. الموضوع الثاني اليوم عالم الصباح راح يكون لغايه الساعه 1 طبعا بتوقيت بيروت مثل العاده، كمان راح بيكون في عنا نقل مباشر بعد شوي مع فريق الرياضه بتلفزيون مستقبل يلي موجود بكفر دبيان، ورده كفر دبيان على الساحات هنيك. عم بيكون في بطوله لبنان للتزلج للشابات والشبان، وهو لليوم الثاني على التوالي راح بنكون معهم بنقل مباشر، واليوم كمان بخلال النهار راح بيكون في اعلان للنتائج. بدي صبح بالخير صبحي يلي موجود هونيك، هبة كمان صارت موجودة هونيك، بعد شوي رح بيكونوا معنا. إنما البداية خلونا نشوف كيف رح بيكون عالم الصباح لليوم. بحلقة اليوم من عالم الصباح بيتخلل فقراتنا نقل مباشر لوقائع بطولة لبنان للتزلج، منتابع الأبراج مع كارمن. أشهر مين غنى للجاز مع جون بعغير موجة، الاف اي 1 الاف اي 2 والاف اي 3 مع جين وبخصوص الجمال، نتائج بطولة لبنان بالسكي مع هبة بواحد 2 3، موهبة الغناء مع جون وضيفته بجيل توب، ضيوفنا بيعرفونا على أكاديمية كيز اند كوردز، ورشة ملح مع شيف عبد الله على أصابع المعجنات الهندية. كان كتير بس ضروري بدي ارجع اذكر انه الحمله للسلامه المروريه على الطرقات رح تبلش ابتداء من اليوم بعالم الصباح. كتار ناطرين هلا حتى نكون مع محطتنا الاولى لليوم وتسمعوا حظوظكم طبعا مع كارمن والابراج.
صباحكم بالخير. اليوم الأحد 1 أدار، شهر جديد، بداية جديدة، يمكن تكون أجمل للأبراج المائية لأنه القمر اليوم مرافقنا من برج السرطان. الأبراج المائية هي سرطان، العقرب والحوت، لكن كيف رح بتكون كل الأبراج؟ بنبدأ مع أول برج برج الحمل. فقط مطلوب منك اليوم مولود برج الحمل انه تكبر عقلك شوي، تبعد عن المشاكل، يمكن تكون شوي تعبان، يمكن شوي ضايع، يمكن طالع بالك تقعد بالبيت وما تعمل شيء. الحق لك، تقدر انت تقرر اللي بدك اياه، بتقدر حتى ما تعمل شيء مطلقا. جميع الاحوال بعد عن المشاكل، تحديدا اذا كنت من مواليد 27 28 اذار مارس. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار إيجابي جدا، أصلا هيدا الشهر كتير حلو من الأشهر الإيجابية. اليوم تحديدا، اليوم مولود برج الثور عنده طاقة كتير حلوة بتسمح له أنه يتواصل مع محيطه بشكل سريع وبناء. اليوم تقدر تحكي، عندك قدرة لحتى تدرس أسرع، بتستوعب أسرع، بتحكي وبتفسر وبتوضح بسهولة أكتر. الأقوى هو مولود شهر نيسان أبريل، أيضا 5/6 و7 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هيدا الشهر بالنسبة لإلك، هيدا شهر كتير مهم لأنه يقرر موقع لإلك، يقرر يمكن مصير مسألة ما، سواء كانت دراسية جامعية أو يمكن تكون مهنية أو يمكن اجتماعية. اليوم تحديدا في مطلوب منك أنك تكون واعي لهالنقطة وتشتغل عليها، حتى ولو نهار إجازي اليوم مطلوب منك أنك تشتغل عليها. وبعتبر الأنشط يلي ما بيهدى، يلي بيقدر يحرك الأمور لصالحه بيقدر يشتغل وبيطلع منه شغل، هو 5 ل7 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان اليوم نهار رائع، من الايام يلي بتحمل لي مولود برج السرطان تغييرات كتير كبيره، وبتحمل لي مولود برج السرطان نقله نوعيه. فقط مطلوب منك انك تشتغل عليها، تركز عليها، تفكر فيها فعلا اذا انت بدك اياها ولا لا. ليش؟ لانه ضروري يكون في تطور. كل ما يكون القمر ببرجنا، هيدا الشيء بصير 13 مره تقريبا بالسنه، كل ما يكون في عنا قمر جديد أو قمر ببرجنا بينطلب منا أن نكون معيين إلى تغيير، للحاجة للتغيير ولإدخال شيء جديد على حياتنا الروتينية. يبقى الأكثر حظا يلي ما بيهدى اليوم هو مولود 2/3 و4 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد بداية هيدا الشهر، أول شيء هيدا الشهر أفضل بكتير من شهر الشباط، لكن بدايته بطيئة. معلش، خذ الأمور مثل ما هي، طول بالك، بكرة وبعد بكرة بتعمل بدك إيه. اليوم مطلوب منك الحذر، التأني، ابتعاد عن اتخاذ أي قرار، وأنه عدم فسح المجال لأي مشكل. اليوم الأجواء ضعيفة كتير، تطلب منك تنتبه أغراضك لحتى ما يصير في التباسات وفوضى. وبيبقى المولود الأقل حظا نسبيا اليوم هو مولود شهر آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء لازم تعرف انه هلا العشرين الشهر الاجواء معاكسة، الاجواء بتمتحنك، بتستفزك، ويمكن حتى بتخليك تحس انه انت في موقع صعب. المنافسة شديدة، الاعداء او الاخصام ببينوا على الساحة بهالثلاث اسابيع الاولى. تحديدا اليوم مولود برج العذراء نهار بيقول لك انه دور، فتش على الاصحاب والاصدقاء الاوفياء، اشتغل على هالنقطه، ومطلوب انك تدور على تحالفات سوف تحتاج لها بالاسابيع الثلاثه اللي جايه، 8/9 أيلول/سبتمبر الاكثر حظا، اما الاكثر تعبا 30 و31 اب. انتبهوا. منكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان هيدا شهر شغل، ما بيخلص الشغل بهيدا الشهر. تحديدا اليوم الضغط كتير كبير عليك، عارف حالك بموقع شوي صعب، لكن ممنوع تخزل الناس يلي متوقع منك نتائج، ممنوع انك انت تفشل لانه ساعتها بتبهدل حالك. نهار بيحمل طاقة كتير كبيرة، بعد مواليد برج الميزان اليوم بتضوى عليهم الأضواء ويمكن يوصلوا إلى مرحلة أفضل، عمل جديد أو منصب اجتماعي أفضل. لكن كون حذر من مشاكل ومن معاكسات وانفعالات. إذا كنت مواليد 30 سبتمبر 1/2 أكتوبر تشرين الأول، بدي أضيف عليهم 7/8 أكتوبر.
بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب ما في احلى من هالشهر وما في احلى من هاليوم، هيدا نهار رائع رائع وكانه عم بيقدم لك هديه، فرصه ثمينه جدا حسب عمرك حسب شغلك شو بتعمل بالحياه، نهار لا يفوت، كل ثانيه منه ثمينه جدا، لذلك حاول مولود برج العقرب تشهل بكل شغل بتعمله، اذا عندك درس اقعد قوي قلبك واشتغل، ليه؟ لانه الاجواء كثير حلوه، احيانا بنشعر انه بدنا نرتاح، نحن كسولين، ما بدنا نعمل شيء، هيدا غلط، لما يكون نهار نوعيته حلوه لازم نشتغل فيه على الامور الصعبه يلي بدها حظ، وبعتبر الاوفر حظا 1 2 3 تشرين الثاني نوفمبر. ننتقل لبرج القوس. بالنسبه لبرج القوس هيدا الشهر ما رح يرحمك ويساعدك قد شهر الشباط، هيدا الشهر مكركب شوي. مكركب شوي، وبالتالي ما بدنا نزيد الطين بلي، لما يكون نهار حلو لازم نستفيد منه. اليوم لا بأس به، اليوم نهار يمكن يحمل لك فرصة لحتى تحاور، لحتى تفاوض، ولتقرب المسافة بينك وبين الآخرين، يمكن يكون في شغل على أوراق ومعاملات عائلية اشتغل عليها، ما تهملها. الأقل حظا يلي لازم يكون مفتح عيني وديني كتير منيح هو 27-28 نوفمبر، الأوفر حظا 6-7 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي هيدا الشهر جيد، هيدا الشهر حلو لأنه في حركة وانت بدك شوية حركة، ما بتحب انه الأمور تراوح مكانها، لكن تحديدا اليوم بمطلع هيدا الشهر في شيء بعد ما فتح بوجهك، انطر بكرة وبعد بكرة الأجواء أفضل، لكن إذا أنت بتيسرها شوي بيكون كتير منيح، إذا أنت بتبادر بيكون كتير منيح، إذا أنت بتساعد حالك وبتحمل كل الدوكيومنتس كل الأوراق والمستندات وبتتابعها شخصيا بيكون عين العقل. بعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا 31 ديسمبر 1-2 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو الأجواء مكملة، يعني اللعنة بسلة جديدة، عيد ميلادك مرق، حان الوقت لحتى تنطلق بهالمرحلة الجديدة وممنوع انك ترجع لورا، مطلوب منك تكمل، يمكن اليوم كي تنتقل إلى عمل جديد ضمن المؤسسة اللي أنت فيها، لكن في شغل كتير، يعني بدك تفيق بكير، بدك توعى لأهمية واجباتك، حتى لو شغلة بسيطة برأيك ضروري تكون بيرفكت، انتبه من مصاريف طبية استشفائية، الأنشط اللي ما بيهدى 3-4 شباط فبراير. وصلنا لبرج الحوت. مولود برج الحوت يلي بهيدي السنة يلي بهيدا الشهر بيبدأ سنة جديدة. هيدا الشهر رائع، بدايته كتير حلوة، هيدا الشهر في تقدم، هيدا الشهر في تغيير، اليوم تحديدا في مسألة بتزبط، في مسألة بتزبط، فمطلوب منك انك تشتغل عليها، اشتغل على شيء بدك اياه، في شيء بتحلم فيه، في شيء معرقل معك اشتغل عليه، نهار ايجابي جدا جدا من الطراز الاول، وبعتبر مواليد شهر شباط فبراير عندهم حظوظ، لكن إذا كنتوا من 26-27 شباط فبراير استغلوا الحظ الموجود اليوم لتسهلوا أموركم. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة، هيدي السنة بتحمل تقدم وتغيير، يمكن على المستوى الاجتماعي، على المستوى المهني أو حتى الشخصي، هنالك علاقة مميزة مع أحبائكم ويمكن حتى مع أولادكم. أدار مارس، تموز، يوليو، آب، أغسطس، نوفمبر، تشرين الثاني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. مرسي لك كارمن. اذا مشاهدينا عالم الصباح اليوم مثل العاده لغايه الساعه 1، وبدي ارجع اذكركم كل يلي مهتمين ويتابعوا شو عم بيصير حاليا بوردك فردبيان بما يختص بمسابقات التزلج لليوم يلي عم بتصير يلي هي بطوله لبنان للشبان والشابات. بعد شوي رح نرجع نلتقى او نكون على سمع مع صبحي قبلاوي من فريق الرياضه بتلفزيون مستقبل لحتى يطلعنا على اخر المستجدات. رح ناخذ بريك ونرجع. And